ديزيز سوا واحد لابليكاسيون كتعاون الناس اللي مرضوا بالزهايمر، خصوصا ان العدد نتاع الناس اللي مرضوا بالزهايمر في المغرب اكثر من 150 الف واحد. هذه الفئه هي اكثر الفئات كتتعرض للخطر في الشارع، وكنشوفوا دائما حاله من الحالات نتاع الاختفاء يكون الضحيه ديالها شخص مريض بهذا المرض. داكشي علاش جيت اليوم بمشروع كيوزيس اللي كيعاون هذه الطبقه وكيعاون طبقات اخرى. من بعد ما كتدخل للموقع الرسمي تاع كيوزيس كتعمر لي زانفورماسيون ديالك كيعطيك على شكل كيو ار كود جميع المعلومات. من بعد كيتم ارتداء نتاع داك الكيو ار كود على شكل باج كيو ار او لا على التيشيرت ديال المصاب، ومن بعد كيتمكن لكافه الناس انهم يقراو داك الكيو ار بالابليكاسيون اللي متوفره على جوجل بلاي او لا على الموقع الرسمي تاع كيوزيس، وكيخليه انهم يعرفوا كاع دوك المعلومات اللي قمنا بالتخزين ديالهم في داك الكيو ار، ونتصلوا بالاقارب ديالهم، سواء نتصلوا بالاقارب او نتصلوا برجال الشرطه باش نعلموا على الحاله نتاعهم. فهاد الابليكاسيون كتكون من اربعه المراحل. المرحله الاولى من بعد ما كتدخل الموقع الرسمي كتعمر الاستماره الخاصه بالمريض، السميه، الكنيه، العمر، كذلك رقم البطاقه الوطنيه، لادغيس ديالو، جميع المعلومات اللي مطلوبه من الموقع. المرحلة الثانية انك تقوم بتحميل تاع داك الكيو ار اللي كيعطوه لك، وكتقوم بالطباعة ديالو على الشكل اللي غادي تشوفو من بعد. والمرحلة الثالثة انك كتقوم بتحميل التطبيق اللي كيكون قراءة هذا الكيو ار هذا. بالنسبة للمرحلة الرابعة واللي هي مرحلة التبليغ، او المرحلة اللي ممكن كتشوف فيها في الزنقة الانسان اللي مريض او الشخص المصاب، كتقوم بالتبليغ نتاع السلطة او كتقوم بالتبليغ نتاع الاقارب ديالو. جميل في هذا السيرفيس ابليكيشن كيوزيس ماشي مختص فقط او مقتصر على الناس اللي مرض بالزهايمر، بل انه متوجه حتى للدراري الصغار اللي كيتعرضوا للاختطاف او اللي كيتعرضوا للاختفاء على والديهم وكيتضطروا، وكذلك الناس اللي مصابين بامراض وكيتلفوا دائما على جورهم وعلى عائلتهم. اللي كنتمنى ان هاد لابليكاسيون هادي تعرف وعرفها بنادم بزاف، حيت فريمون العدد نتاع الناس اللي مرض بالزهايمر غادي كيتزاد، والعدد نتاع الناس اللي كيتضطروا دائما كنشوفوا حاله من الحالات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او لا في التيفي الى اخر ذلك. كاينش بينا نحاولوا نحدوا من هذه الظاهره هذه. كنتمنى هذه الابليكاسيون تشهر ونلقاو علاش لا شي داعم ان شاء الله.